قال لي انك مخطوفه مختطفه. اه ايوه قال انت مختطفه. كنت مختطفه؟ كنت حاسه انك مختطفه فعلا؟ يعني بصي المرحلة دي عدت ومش عايزة أخدها قوي، بس ما كنتش في أحسن حالة في حياتي. أنا قلت لك أنت بيجي لك مرحلة في حياتك، خلي بالك أنا طالعة من 12 سنة 11 سنة كنت في حياة مختلفة وراجعة أشتغل، فأنا قابلت هجوم كبير يعني. الناس اتقسمت، بقى في ناس مع أن أنا أرجع، وفي ناس ضد أن أنا أرجع، وفي وسط صراعهم دول أنا اللي واقفة في النص، فأنا اللي تعبانة، لأن لا أنتوا كده صح ولا أنتوا صح، لأن أنا في حتة تانية خالص. أنا موقفي كان مختلف تماما، ولا حاجة من اللي أنتوا قلتوها ولا حاجة من اللي أنتوا قلتوها، بس مهما أنت تشرحي عمرك ما هتقدري توصلي اللي أنت يعني اللي أنت جواكي قوي للناس. الناس مش هتستوعبه، مش هتفهم أن دي كل إنسان بيمر بظروف معينة في حياته بتبقى مش أسهل حاجة، بتبقى قوية. يعني أنا خلي بالك مش من النوع اللي أخد أي ستاب إلا لو بجد حاجة عملتني كده قوي، فانا عملت كده قوي، فكان لازم اخد قرارات في حياتي، وانا دايما كتير في حياتي بتحط في الحتت دي ان ببقى كده قوي لازم اخد قرار في حاجه معينه، يبقى كده يبقى كده. ف ممكن يبقى ليه علاقه باللي قلتيه في الاول، ان انت ما بتستخدميش اقنعه، وان انت ما بتعرفيش تعملي عكس اللي انت حاساه. اه انك ما بتعرفيش تستسلمي الوضع بالزبط. ما بقاش شبهك او ما بقاش بيريحك عشان تبقي في الكونفورت زون. بالظبط انا ما بقى لازم بتدفعي ثمن ده يا حلقة. اكيد اي حاجه في الدنيا عايزه تعمليها لازم هتدفعي ثمنها. اي حاجه. الصراع اللي مع نفسك قرب يخلص ولا خلص ولا مش هيخلص؟ لسه قدامه شويه. مش حاسه انه هيخلص؟ مش هيخلص. بصي مفيش حد مننا ما عندوش طول الوقت الليل نهار، لازم حتى ما تحطي نفسك على المخده بتقعدي تفكري في 100 ألف حاجه. تأثرت يعني اتضايقتي لما حد وصفك مثلا بزجزاج رايحه جايه وهو مش متفهم ايه اللي جوه؟ بصراحه اتضايقت، لان انا والله انا مش كده، وعلى فكره انا مش مضايق خالص، وعمري ما حاسه ان انا مضايق. ممكن ابقى مع نفسي على نفسي يعني ازهق كده اقعد شويه نفسي انزل اتمشى بتاع، لكن عمري ما كنت مضايق على الناس. مش الناس كتير قوي تعرفني، عمري مش هقلب على حد ولا ما عنديش التركيبه دي. انا قصتي شوية عميقة جدا خلاص، فطبيعي ان انت احيانا بتتعبي من حاجات معينة او بتضطري تعملي تصرفات معينة، انما ما انهاش مثلا في جواز او طلاق او كده، دي حاجة ديبر خلاص، دي علاقتك انت بربنا زي تحدديها، مش حاجة سهلة على فكرة. صحيح. خصوصا لو انت عايزة تبقي صادقة في اي حاجة بتعمليها. صحيح. مش حاجة سهلة، بتاخد وقت طويل وسنين. ده في ناس مش هم في ناس بتقعد سنين اللي هم العلماء مثلا ولا فيلوسوفرز ولا مش بيقعدوا سنين عشان يطلعوا. طبعا بيتعبوا قوي. بيتعبوا قد ايه؟ جدا. بيدفعوا من روحهم من طاقتهم ومن صحتهم ومن ايام حياتهم علشان يوصلوا لايه؟ لحاجه قد كده صغيره بس تبقى حقيقيه. لحكمه قد كده. لحكمه قد كده. انا شويه بحب عندي الحته دي شويه جوايا على قدي خلاص، وشايفه ان الانسان الحقيقي لازم يكون كده. لانه لو هو عايش كده وخلاص يعني زي ما تيجي تيجي، ما ناس كتيره ممكن تبقى عايشه زي ما تيجي تيجي. انا ما احبش ابقى عايشه زي ما تيجي تيجي، انا احب ان انا ابقى فاهمه وعندي معاني فاهمها وعندي حاجات احس بيها، لان انا شايفه ان هي دي متعه الحياه اصلا، ان انت تبقي عايشه فيكي ده جواكي. اكتر هجوم اثر فيكي يا حلا وضايقك وزعلك، مش مسامحه اللي قاله او مش يوه. مش معدي عليكي يعني؟ بصي زعلت من حد قال هي في حاجه في مخها مش كويسه او محتاجه تتعالج وكده، بزعل قوي. ده زميل ولا ناقد؟ لا هو ما اعرفش بقى لو زميل او ناقد. انا فاكره الجمله وناس كتيره بتقولها، يعني سمعت بعض الناس بتقولها. بتضايق قوي، لان انا بحس ان انتوا مش فاهمين حاجه. يعني انتوا بتقولوا ليه بتقولوا كده؟ يعني انتوا ما تعرفونيش اصلا، ما تعرفوش حلا. ما انتوا تعرفوا الصوره، انا قلت لك دايما في الصوره المرسومه دي اللي على المسرح بقى. على المسرح انت على المسرح. فهم شايفين الصوره دي، فالصوره دي ما ينفعش تتهز، فاهم؟ فلما يشوفوكي انت او بيشوفوا احداثك انت بياخدوها برضو اللقطه دي من على المسرح. لكن مش بيروحوا ديبر يفهموا، ومش لازم يفهموا، فاهمه؟ انا وصلت مرحله دي ان انا خلاص حته مش لازم يفهموا. مش لازم. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.